السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا ضمن الوصفات السهلة والسريعة والاقتصادية في نفس الوقت. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم مع هذا الجراتان ديال الخضر بالبطاطا والشوفلور والبيشاميل، كيجي رائع. نتمنى تبقاو معايا حتى الاخر تاع الفيديو. هنا كناخد اول حاجه غادي نبدا بها هي الخضره، غادي نديرها طيب. هنا كناخد واحد جوج كاسرول تيكونوا كبار، درت فيهم الماء حتى غلى ودرت شويه الملحه وريقه الرند. وحده غادي ندير فيها بطاطا، انا استعملت هنا اربعه البطاطات كبار، قطعتهم هكا يكونوا مرقاق مغلاض. غادي نخليهم غير يدخلهم الطياب ونحيدهم، يعني نص طيبه. والكاسرول الاخرى غادي ندير فيها الشوفلور اي القرن الابيض، من بعد ما غسلته مزيان وقطعته هكا شكل طريفات صغار، غادي نخليه حتى واحد كيبدا يطيب كيدخلو الطياب وكنحيدو. هنا كناخد واحد المقلاه كندير فيها واحد البصله، البصله درتها متوسطه قطعتها كتكون شلطتها تكون رقيقه، درت معاها شويه الزيت حتى هبطات، وضفت عليها واحد الكميه قليله ديال الكفته، يعني ما وصلش 150 غرام تقريبا، وضفت عليها واحد راس الثومه اللي هكا حكيته. وغادي نضيف التوابل، هنا ضفت الملح وشويه الكركم شويه التحميره وشويه ديال البزار، وهنا كنضيف بودره ديال الثومه، ضفت هنا تقريبا راس معلقه صغيره صافي. وكنضيف عاود هاد الصلصه الجاهزه واحد جوج معالق كبار، ولا ممكن تعوضوها بواحد مطيشه كبيره هكا محكوكه في الحكاكه الرقيقه صافي. هنا كنحرك هاد الكفته وهاد الصلصه مزيان حتى كتنسجم ليا وكتنشف بهاد الطريقه صافي. وكنطفي عليها، كنحطها على جنب وكنمشي نوجد صوص بيشاميل صافي. كناخذ كاسرول كندير فيها شويه زيت تقريبا جوج معالق كبار الزيت اللي درت فيها، وواحد معلقه كبيره ديال الزبده صافي. كنحطهم حتى كيدوبوا فوق البوطه بهذا الشكل صافي. كنزيد عليهم هنا الدقيق الابيض، انا زدت معلقه كبيره ونص صافي. وكنحركهم حتى كينسجموا بهذا الشكل، وكنبدا نضيف الحليب بالتدريج. انا هنا استعملت اكثر من نصف لتر باش يكفيني حيت دايره الكميه كثيره، المهم تقريبا نص لتر وكاس اللي زدت صافي. كما انا كنضيف الحليب وكنحرك، المهم الطريقه العاديه تاع صوص بيشاميل. هنا من بعد ما ضفت الحليب كله كنزيد واحد جوج فرماجات متلتين وشويه ديال البزار شويه ديال الملح، وغادي نضيف واحد شويه زعتر حسب معلقه صغيره تقريبا اللي غادي نحكها بين ايديا، ولا اعشاب منسمه بحال الا كانوا، يستحسن الا كانوا اعشاب منسمه كيعطيو ذوق زوين في البيشاميل صافي. كنحركهم مزيان حتى كيدوب ليا داك الفرماج اللي ضفت صافي. كنخليه حتى كيولي بهذا الشكل كيبقى يدير هاد الفقاعات، المهم الصوص بيشاميل ما يكون ثقيل بزاف، ما يكون خفيف، يكون بهذا الشكل. صافي هنا كناخد المول اللي غادي ندخل للفرن، كندير فيه واحد شويه تاع البيشاميل في القاع ديالها في الاسفل هو الاول صافي. وكنحاول كنستف فيها ديك البطاطا، كنستفها كنديرها كلها. انا كيف ما كتشوفوا معايا انا هاد البطاطا ما طيبتهاش مزيان، المهم خليتها هكا شويه شاده راسها باش ما تفرتتش ليا، حيت مازال غادي طيب شويه في الفران باش يلا كتجي هي هذيك صافي. انا من بعد ما استفدت ديك البطاطا كلها درت عليها نصف الكميه ديال ديك لاصوص والكفته، وزدت غير واحد الكميه خفيفه كيف ما كتشوفوا معايا قليله صافي. غادي نحاول نستف فوقها عاود داك الشوفلور بهذه الطريقه، وغادي نزيد داك النص ديال ديك الكفته والبيشاميل، غادي نحاول نوزعها على الوجه ديالها، المهم غير كميه خفيفه صافي. هنا من بعد ما درت هاد الخضر كامله في هاد الطاوه غادي ندير داك صوص البيشاميل، غادي نحاول نديرو كامل على الوجه ديالو صافي. هنا كنحاول نغطي الوجه ديال هاد الخضر بهاد البيشاميل، كنحاول نديرو كامل من الاعلى صافي. وكنضيف عليه واحد الكميه ديال الفرماج من الفوق صافي. من بعد ما ضفت الفرماج كنضيف ليه واحد شويه ديال هكا شويه الربيع، كيبقى اختياري في هاد الاثناء، كتمشي على الفران كيسخن، درتها في الفرن بقات لي هنا تقريبا نصف ساعه، شعلت ليها غير من الاسفل فقط على نار متوسطه حتى طابت، وشعلت ليها الفوق واحد جوج دقائق غير تحمر الوجه ديالها وطفيت.